in the lunch. She's a career fight. Pretty cards and scouts. Getting the looks in the back. Legacy, talent. I ain't see them like a punk. Going like Mega Montana. When he kills. اليوم عندنا واحد مهمة صعيبة. صعيبة صعيبة. كان خصنا نفيقوا مع عد سعود باش نودعوا رغد. 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 مع السلامة. مع السلامة يا متفائل. شوف الواد هذه السوشيال ميديا شوف. ودعوا 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 الناس ماشي بس. ودعوا الناس ماشي بالتليفونات ودعوا الناس. الناس شوفوا بحال هكا رغد مع السلامة. مع السلامة رغد. حيدوا التليفونات. رغد سلمي على محمد رمضان. بقول لك ايه وحياتك عايزين نعرف مين معاك بالاوضه. شو رايحه تمشي المطار ما فيش. سلمي على محمد صلاح. قالك فقتي فقتي ما نعاودوش نعسو وراجي نجيبو المغرب. مالك قلت لك نوض خرج برا باش تنعس باش تنعس لو كنت قلت ما ترقدش. يا ربي أدب. اليوم حال فين يخليوني نعس ومشي نتقدى بوحدي. يا ربي اليوم يدوز دغيا يا ربي. وانتهى دور عديل وجا دور. يا ربي انت يا هاد النهار. والله تسكى. لا 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 فريد 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 زعلان. فريد هتوحشني. فريد خلاص مسافرة بعد كم ساعة. خلاص يا زج. لايف من جد؟ والله لايف. مين معك في اللايف؟ شو 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 بعدين راح يقول لك لايف يلا. شوف ردة فعله. هلا والله. فلسطين مكشر. ما أنا جدا حزين خلاص رغد بتروح بليز مان خلاص والله جدد والله مو مصدق إن رغد بتروح. شكرا يا فريد على الأكل الحلو وعلى الحاجات الحلوة. هذا ليلة الوداع هذه للأسف. ليلة الوداع للأسف للأسف الشديد. طيب ليه كده؟ والله ما ادري كلم السفاره يا رب تتكنسل الطياره. خلصت الحكايه. الحين بنام وهي بتنام بترتب شنطتها ما ادري ايش. بكره الصباح مو بكره اليوم الصباح بعد كم ساعه يعني الساعه 9 كذا بتمشي للاسف. بنقوم كلنا عشان نودعها. للاسف اللحظه اللي كنت خايف منها خلاص رغد راح تمشي للاسف. جايين اكثر واحد يبكي على رغد. والله مشتاق لك. مش فاهمة انت ما نمتش ليه لغاية دلوقتي يعني. هات الكارت لو سمحت. ما نمتش ليه فهم. فريد ما نمتش ليه. نفضي الأوقات ونستغل زعلان الساعات وكذا. زعلان فريد زعلان. فريد هتوحشني. فريد خلاص مسافرة بعد كم ساعة. خلاص يا زج. واخيرا وصلت السفارة. باي باي. لاي 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 اخيرا غادي نتهنى من كمارتك. واخيرا من الفيبري وين نشوف في كمارتك. بزاف عليا صايب بزاف اختي. من كبرتي معايا والله كنتي صغيره يا بحينك. اش بنتي معايا ابن عمي. يلا صي شوري شوري بزاف عليك. توحشني خناقات معايا. يلا سفير واحد 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 غادي نتوحش الخناقات معاها. شريحه تتخرب معايا. اما انا ما غاديش نسيب تكون دابز معاها. لو صوتي اعلى. اهلا 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 اهلا. رغد قبل ما تشور بهدلتك هكا باش ما نخلي والو في قلبي. هكا باش اخر شجار نديره نكون متهني. نيتي صافيه نشور لبلادي وانا متهني. والله لا توحشتك والله لا غادي نتوحشك زعما الواحد ما يكذبش. زي ما انتم شايفين المطار جميل وفاضي وما فيش غيرنا.
ودي احلى حاجه. ما فيش ناس شغاله في المطار، فاحنا اللي شلنا شنطنا على قلبنا، واحنا اللي داخلين واحنا اللي طالعين واحنا اللي عاملين كل حاجه. هموت والله ما عدا اخد نفسي، والبتاع دي خنقتني وموتتني وموتتني. دي مشكله بقى، انا بخاف من الطياره جدا، يعني الطياره اول ما تطلع كده قلبي بيقع في رجلي، ولما تنزل قلبي بيقع في رجلي، انا مش عارفه استحمل ازاي. وربنا يكون في عون البني ادم اللي هيقعد جنبي بجد في لحظه وهي الطياره بتطلع. يعني ولا اوتيل ولا فيها زفت ولا فيها اي حاجه، وانا قاعده مستنيه. ودي خلاص باظت على كده، وفي طياره جايه من القاهره لسه جايه الساعه 9، فهستنى في المطار لحد الساعه 9. خلاص انا فصلت وتعبت، مش قادره استحمل. اقول فيكي ايه انتي، اقول فيكي ايه، جايه تبوزي دلوقتي. Tell me.